النهارده كان في جلستين متخصصتين في الحوار الوطني. طيب على ايه؟ على دمج الاقتصاد مع القضية السكانية، أي الارتباط ما بين القضيتين، والارتباط الحقيقة منطقي جدا. بس خليني هنا أخد معانا على التليفون دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يوسف بيه وكل المشاهدين. إزاي حضرتك؟ ما بين دمج الاقتصاد والقضية السكانية دائما هناك ارتباطات، يعني الاقتصاد يبقى كويس إذا كانت القضية السكانية ما فيهاش قضية، إذا كان النمو السكاني نمو منضبط، صح؟ أحسنت يا فندم. طبعا إذن ما الذي تم مناقشة اليوم؟ بصراحة كانت جلسة مهمة جدا وكان فيها عدد كبير جدا من الخبراء والمتخصصين، وكان النقاش بيدور عن كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية. اسمح لي أصفق تصفيق حاد عشان ده كان السؤال الثاني، فكويس قوي ان حضرتك بدأت بيه، اتفضل يا فندم. هو ده بالنسبة لي كان الأهم، لأنه مناقشة الزيادة السكانية، احنا قلنا فلسفة الاقتصاد في العالم كله ان انت عندك زيادة بتكون في عدد السكان معناها زيادة في الطلب على المنتجات والخدمات اللي بتقدمها الدولة. ثانيا احنا في مصر حسينا كده ورصدنا ان في كمان ابجريد في نوع الخدمه ونوع المنتج اللي المواطن المصري بقى بيطمح اليه في ظل الجمهوريه الجديده. احنا بصراحه ما بقاش اي طريق يعجبنا، لازم يكون طريق من احسن الطرق جوده في العالم عشان نعترف ونقول ان ده الطريق بتاعنا. هايل. مباني المستشفيات والمدارس، لو رجعنا يوسف بيه واحنا يمكن قريبين في السن من بعض واحنا شباب صغير، ما كانتش كل الحاجات بالجوده اللي بنشوفها النهارده من المدن الذكيه والجديده من التجمعات السكانيه. ابعد ما يكون، ابعد ما يكون الحقيقه، ابعد ما يكون. حتى خدمات المياه والكهرباء بقينا بنتكلم على اقل حاجه تحصل ان هي مشكله كبيره، وزمان ما كانتش مصر بالطريقه دي والتطور اللي شهدته في الفتره صحيح. الاخيره كل ده ايه بقى؟ ضغط على الاقتصاد. كل ده محتاج فلوس اكتر طبعا، محتاج مصروفات اكتر. طب انا عايز ازود موارد الدوله دون ان اكمل في اي ضغوط يحس بها المواطن المصري، وده هدف اي حكومه في العالم. حلو. والقياده السياسيه دائما توجه الحكومه عدم زياده اي اعباء على المواطن، عدم زياده الاعباء على محدود الدخل. فراينا انه موضوع الزياده السكانيه علاجها ان احنا ندمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لكي يشعر به المواطن المصري من تحسن في شكل الحياه العامه وفي شكل الاقتصاد المصري. كويس جدا. طيب هنا هياخدني على استفسار، هل لدينا أرقام واضحة على حجم الاقتصاد غير الرسمي؟ وبالتالي في حال دمجه، أنا متأكد أنه مش هيدمج كليا مرة واحدة، لكن طبعا بالتأكيد هيدمج على مراحل مختلفة ومتتالية، وقد تكون ما بينها شيء من التباعد. بس حجم الاقتصاد غير الرسمي إيه؟ ده كان من أهم الموضوعات اللي ناقشناها، محتاجين تحديده كما وكيفا في العاجل. الأرقام المتاحة لدينا أعلنت عنها وزارة التخطيط منذ شهور أنه يقارب نص الاقتصاد الرسمي. أنت متخيل ضخامة الرقم؟ يعني لو بتكلم في 10 تريليون جنيه حجم الناتج الإجمالي المصري، أنا عندي 4 تريليون أو 5 تريليون يكونوا اقتصاد غير رسمي. أنا مش شايفهم كدولة، مش داخلين في الاقتصاد الرسمي لهذه الدولة. علشان الناس تبقى فاهمه انه عدم دمج الاقتصاد، او يعني الانفصال اللي حصل ما بين الاقتصاد الرسمي المعلن والاقتصاد غير الرسمي، هو ان احنا عمليا عندنا انشطه اقتصاديه على اختلاف اشكالها وانواعها، هذه الانشطه غير مسجله، غير موجوده بالنسبه لنا على الورق، مش قادر احصرها، مش عارف الناس بتكسب قد ايه، مش قادر احدد عليهم ضرائب معينه، مش عارف احط عليهم رسوم معينه. الناس بتظن ان الاقتصاد غير الرسمي، وصححني يا دكتور، انه لو واحد راجل بلدينا على قد حاله عنده فرشة أدوات بلاستيكية حطتها على الرصيف، لا، هو اللي بيدي دروس خصوصية وما بيدفعش ضرائب ده اقتصاد غير رسمي. في العيادة اللي ما بتسددش ضرائبها برضو اقتصاد غير رسمي. من الراجل ده إلى المصانع كمان اللي مش موجودة مسجلة لدى الدولة. صحيح. وبالتالي ده حجم ضخم ومهول. طبعا. طيب هل إحنا أو حضراتكم يعني في الحوار الوطني بدأتوا تفكروا في كيفية دمج هذا الاقتصاد ووضع مثلا جداول مرحلية لهذا الدمج؟ ده كان مسار النقاش النهاردة، والتوصيات اللي هتخرج إن شاء الله هتكون كلها في هذا الصدد. احنا لقينا أول حاجة الصورة الذهنية،
الاعلام المصري، وان حضرتك ببرنامج قوي زي حضرتك النهارده بيتكلم في ده، ده بدايه الحل. ان تصحيح الصوره الذهنيه لدى المشتغلين في هذا القطاع، كلهم عندهم تخوف، متخيل انه هيدخل الاقتصاد الرسمي يعني ضرائب، اول كلمه بتيجي على باله يعني تفتيش يعني رقابه. بالعكس، انت هتاخد ايضا مزايا، لازم نروج للي بيشتغل في هذا القطاع مزايا، ان انا هامن عليك، هامن على المنشاه بتاعتك، لو لا قدر الله تعرضت لاي ضرر تقدر تصرف تامين، تقدر يبقى عندك تعويضات، وامن على العاملين وادمجك في التدريب وامن عليهم. الاهم ان هبدا ادخل لك منتجك عنده شهادات جوده طبعا، تقدر توردها للمشروعات القوميه. استفيد يا اخي، يعني احنا عايزين نقول له استفيد في دوله فيها حجم من المشروعات وحياه كريمه وكل ما يتم على ارض الوطن. لو انت بتنتج منتج هندسي هتقدر تبيعه، منتج صناعي يبقى له سوق، اكيد سعره هيختلف بمواصفة احسن. يعني اهم تدريب الناس اللي بتشتغل عنده. صح. فانا المزايا اللي بقولها لحضرتك دي اوريدي موجوده في القانون 152 لسنه 2020 الخاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. القانون ده فيه حوافز كتيره جدا، فقلنا تفعيلها والترويج ليها، قلنا نستخدم الجمعيات الاهليه المنتشره في كل اقاليمنا وربوعنا والريف المصري والاحياء الشعبيه، هم يكون عندهم مصداقيه يمكن اكتر ما يطلع مسؤول حكومي. احنا النهارده كحوار وطني لما بنتكلم كده والله بنتكلم من قلبنا، فعلا في حوافز، فعلا الدوله مش عايزاك عشان الضرايب. بالمناسبه، طب ايه الدليل بتاعك؟ انه نص في القانون في عنده 3 سنوات بيدفع حاجه اسمها ضريبه مقطوعه 2000 جنيه في السنه، يعني السنه كلها 2000 جنيه، معاك 3 سنين حضرتك اللي بيشتغل في القطاع غير الرسمي مش مطلوب منك ضرايب. بعد ال3 سنين ابدا اطلب منك تدخل النظام الضريبي، وده شيء هيفيدك لانك هيبقى مؤمن عليك. اظن انه كمان يا دكتور احنا في كان عندنا في شهر اغسطس قرار الرئيس بالاعفاء الضريبي للمشروعات الصناعيه الجديده، يعني الناس اللي كانت عندها ورش على جنب وحاجات على جنب وغير مسجله وغير مؤمنه وغير خاضعه حتى للتامين اللي تقدر الدوله تامنه له بالدفاع المدني الى اخره وما الى ذلك. النهارده لو خد بعضه وخد قرار انه يسجل هذه المنشاه حتى ولو بسجل جديد ويروح علشان يعمل المنشأة بتاعته في مكان من الأماكن المرخص ليها بمنشآت صناعية، هو كده معفي من الضرائب 5 سنين باستثناء ضريبة القيمة المضافة، يعني ولا حاجة. بالظبط، ده موضوع آخر للصناعات الأكبر شوية، يعني الصغار هو أوريدي هيدنه معافى ال3 سنوات بقانونه، وبالصناعات الكبيرة هيقول لي طب أنا صناعة كبيرة، حضرتك جاوبتها، هيروح يستفيد من المناطق الصناعية والصناعات المستهدفة اللي واخدة الإعفاء 3 سنوات إلا من القيمة المضافة فقط، ودي بالمناسبة هي مش ضريبة لأن هي بتكون من سعر المنتج محمل. صحيح. على المستهلك. على المستهلك. فاللي عايز أقول لحضرتك إحنا محتاجين ده، محتاجين نرغبه، نعرفه المزايا اللي هيحصل عليها، نتكلم حوار مجتمعي كامل، إيه الميزة اللي هتعود بقى علينا كمواطنين؟ إحنا دورنا إيه إن إحنا نقول للناس دي لا أنت لازم تديني فاتورة ولازم تكون مسجل عشان أشتري منك. النهارده حضرتك لو بشتري مستحضرات تجميل مجهوله المصدر تاثيرها الخطير على الاسره طبعا، منتجات غذائيه، لو بشتري تيل فرامل لسياره ولا قدر الله لا قدر الله بتعمل حادث لانها مش كواليتي، لو براند كابل كهربائي مش عنده كل المواصفات القياسيه طبعا بسبب ماس كهربائي او غيره سبب ازمه الاسره. احنا النهارده كنا يعني عندنا حجم من التحدي ان الموضوع ده لازم يوصل لكل المواطنين، كلنا علينا دور ان احنا نشجع الناس دي، وفي نفس الوقت الدوله عليها دور انها فعلا يكون في مصداقيه في كل القرارات اللي صدرت من الاعفاءات. الموظف الصغير يقول ده، لان احيانا ممكن لما يجي يتسال موظف صغير في الضرايب هل انتوا عندكم اعفاء فعلا، يقول له والله لا، هو عنده جهل بالقانون او ما بصش عليه. فمحتاجين توعيه اكتر للموظفين اللي بيتعاملوا مع هذا القطاع من المنشآت. ده صحيح 100%، واظن زي ما حضرتك قلت ايضا المجتمع المدني لازم هيلعب دور في ده، والحركه الحزبيه المصريه هي كمان لازم تلعب دور مهم في ده، لانه في النهايه خالص ده مش متعلق بانه بقى هي انا مع الحكومه ولا انا مش مع الحكومه، وده ليه علاقه بحجم ونمو الاقتصاد المصري بما فيه مصلحه المواطنين. فاحزاب معارضه احزاب مؤيده يجب ان هم يعملوا يشتغلوا على ده، يجب ان كل الاحزاب السياسيه معارض مش معارض مولاه كله هيشتغل لانه لمصلحه هذا الوطن مش لمصلحه حكومه فقط طبعا. وكمان حضرتك بقى تتخيل لما حجم الاقتصاد المصري اللي بنقول عليه 10 تريليون يبقى 14 تريليون، نظره المجتمع الدولي لينا
نظره الائتمان للدوله المصريه، انت عندك قفزه ثانيه خالص هتكون بسبب ده. وتاني حاجه هقدر امول المشروعات دي لما تكون رسميه، هقدر اديله تمويل مخفض، هقدر ادخله تحت مظله انه لو عنده تعثر في مشروعه اساعده، لانه بقى مشروع مسجل امامي. النهارده لما بيتعثر المشروع ما حدش بيشوفه، بيبقى في اسر اتقفلت مصادرها من هذا المشروع الغير صحيح. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور سمير صبري، مقرر لجنه الاستثمار الخاص والمحلي والاجنبي بالحوار الوطني.